اوقف بمكانك ولا تتحرك. انت منو؟ ايش تردين؟ انت اللي منو؟ وش تسوي هنا؟ بيتنا هذا، هاي المفاتيح اللي تطب للبيت. هذا البيت متروك من سنين، اصحابه ميتين وابنهم مسافر. ابنهم رجع، انا رجعت هسه رجعت. ممكن تنزيل المسدس هسه؟ انت يوسف؟ شنو هذا اليوم؟ انا يوسف. منو حضرتك؟ شيلي هذا. انا رحمه، جيرانكم. شفتك بكاميرات المراقبه وهذا البيت متروك، فاجيت عبالي حرامي. حرامي؟ شلون شايله مسدس؟ لا، هذا مسدس مال الاطفال، اخذته من البيت. الاطفال؟ أنا آسفة أستاذ يوسف، الحمد لله على سلامتك. بعدين أول ما أجي لك